لكننا عم نتابع تقرير عن منظمة آمال للأشخاص ذوي الإعاقة. رح نستضيف معنا اليوم من منظمة آمال السورية للأشخاص ذوي الإعاقة بحملة آمال مستقبلك مستقبلنا، بناء على افتتاح اختصاصات جديدة ضمن الجامعات السورية بهدف رفد المجتمع السوري باختصاص مؤهلين للعمل ضمن الاختصاصات التالية: العلاج النفسي الحركي، تقويم الكلام واللغة، علوم السمعيات، والعلاج الوظيفي. لنتعرف أكثر على هالمنظمة ونشاطاتها بيسعدنا نستضيف الاختصاصية وعد سرحان، أخصائية في العلاج النفس الحركي، والأخصائية لارا العباس، أخصائية في تقويم الكلام واللغة. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم على شاشة الأخبارية. يسعد صباحكم صبايا. بالبداية رح نبلش مع وعد. وعد، منظمة أمال يعني معروفة باهتمامها وتركيزها على أي حدا بحاجة لا، خلينا نحكي ونتعرف أكثر وهيك مع بعض، نرجع نعرف المشاهدين عن منظمة آمال. أكيد. صباح الخير وشكرا لكم على الاستضافة. منظمة آمال للأشخاص ذوي الإعاقة هي بتعنى بعدة اضطرابات، منها اضطرابات الكلام واللغة، اضطراب طيف التوحد، بالإضافة للإعاقة السمعية. ضمن المنظمة موجود عندنا كثير أقسام، منها قسم الكشف والتشخيص، بالإضافة لقسم السمعيات وقسم الكلام واللغة، قسم العلاج النفسي الحركي، قسم أو مركز التأهيل التوحد، اضطراب طيف التوحد، ومركز التربوي للإعاقة السمعية، بالإضافة لوجود خدمات مساندة لعملية التأهيل ضمن المراكز اللي هي الفنون والدراما والموسيقى، بيتلقاها الطفل خلال تواجده بالمنظمة. بيقوموا الأطفال بنشاطات ضمن هاي الخدمات، ممكن نشوف الأطفال ضمن مسرحيات أو ضمن معارض فنية من أعمال الأطفال طبعا. أكيد غاية المنظمة والهدف الإنساني للمنظمة هو رفد المجتمع بكوادر مؤهلة للعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة أكيد للكشف المبكر عن الإعاقات الموجودة لحتى نحن نقدر نتدخل معها بأبكر وقت لحتى نحصل على أقصى قدر ممكن من التطور ونستفيد من قدرات الشخص الموجود، لأنه مثل ما بنعرف كل ما تدخلنا بوقت أبكر كل ما حصلنا على نتيجة أحسن لبعدين. بالإضافة لتوفير فرص عادلة للأشخاص ذوي الإعاقة لحتى يعيشوا بالمجتمع بشكل شبه طبيعي أو طبيعي حسب طبعا كل إعاقة. ويمكن هيدا اللي انطلقتوا فيه من حملتكم، اسمها مستقبلك مستقبلنا، يعني هذا الشيء الأساسي هو دمج الأشخاص اللي أنا ما بحب سميهم ذوي الإعاقة، اللي عندهم استثناءات ومواهب خاصة بالمجتمع لتغير النظرة العامة بالنسبة لهم. خلينا نحكي عن هي الحملة اليوم، أهدافها، كيف بلشتوا فيها؟ هلا انطلقت هاي الحملة اللي هي بعنوان مستقبلك مستقبلنا، هي كانت بالاساس هي موجهة للطلاب، للطلاب الجدد، يعني نحن هلا في هي اختصاصات جديدة ما كانت متواجدة قبل، للطلاب وللمجتمع بشكل عام، يعني نحن لنعرف انه هاي الاختصاصات الاكاديمية اللي انفتحت جديد انه شو هدفها، لوين هي متجهة، لمين هدول الاشخاص، لانه اشخاص نحن متجهين مثلا. في عندنا كمان نحن انه بدنا مثلا نحن في هدول الاختصاصات، في اختصاصات قديمة، الاختصاص تقويم اللغة الكلام هو انفتح قبل، بس نحن كمان عم نفتح اختصاصات جديدة مشان نكمل فريق التأهيل. هلا مثل هلا في عنا اختصاص مثل ما علم السمعيات، اختصاص العلاج الوظيفي والنفسي الحركي، هدول اختصاصات جديدة انفتحت مشان نكمل فريق، نستكمل فريق التأهيل، يعني هذا الطفل مثلا الأطفال ذوي الإعاقة هدول الأشخاص بدهم فريق متكامل لحد للتأهيل. هو مثلا في عنا هذا الطفل إنه بده مو بس خدمة تقويم لغة وكلام، في قبل نحن بدنا نشوف علم السمعيات، يعني هو بده يشوف له هل هو عنده نقص سمع ولا لا، سمعه ضمن الحدود الطبيعية ولا لا، بعدين اختصاصي تقويم اللغة والكلام، بعدين في عنا هل هذا الطفل بيحتاج لعلاج نفسي حركي ولا بيحتاج، هذا كله نحن بهدف استكمال فريق التأهيل صارت فيها الاختصاصات الجديدة. يعني نحن نحاول نقدم لهم خدمات إضافية، خدمات تخليهم يندمجوا بالمجتمع، خدمات بتخليهم مثل أشخاص هلا الطبيعيين، وبالتالي أنه صارت في التعاون ما بين جامعة كلية العلوم الصحية وما بين منظمة آمال، نتجت عنا هدول الاختصاصات الثلاثة، وفي عنا اختصاصات، اختصاص العلاج الوظيفي اللي هو بجامعة المنارة. نعم. وعدة رح أرجع لعندك وعلى اختصاصك هو العلاج النفسي الحركي، شو يعني؟ هلا اول شيء رح اعمل لك تصليح صغير، هو نفس حركي، نفس حركي. هلا هو كثير بيصير اللغط باسم الاختصاص تماما، كثير مطروح يمكن، مزبوط، لانه هو جديد، واول ما بينذكر الاسم نفس حركي فنحن دغري بنروح على جهه العلاج النفسي. لا، نحن اساس العلاج النفس حركي هو بيقوم على
التناغم والترابط بين القدرات الحركية عند الشخص والقدرات الذهنية. يعني أنا بشتغل وبحفز وبطور القدرات الحركية عند الشخص لحتى أنا أحصل على تطور بالقدرات الذهنية لبعدين. فهذا من هذا التعريف كعلاج نفسي. طيب حركي. إذا كان في عند الطفل مشكلة أو إذا لا ما كان عنده مشكلة. هلأ إذا عنده اضطرابات ولا. هلأ من خلال الشغل يعني بتستنتجوا إنه في اضطرابات. أكيد نحنا نعمل اختبارات. من خلال هاي الاختبارات التقييم بيبين احنا اذا الطفل عنده مشاكل او صعوبات بمحور معين او لا. اذا في بنشتغل، اذا ما في فهو بيكون ضمن الحدود الطبيعيه. وبنقدر نشتغل مع الاطفال الطبيعيين بتطوير وتحفيز القدرات اللي هي عندهم. فهيك الطفل يعني اذا انا اشتغلت معاه من على صغر على التطوير لقدراته، فهو بصير يوصل لمرحله انه هو ما بقى رح يلاقي مشكله بالمستويات الاعلى لما بيصير بالمدرسه لبعدين. أستاذة لارا، خلينا نحكي كمان عن اختصاص تقويم الكلام واللغة. هلأ اختصاص نحن يعني فيني أقول لك مثلا أنا كأخصائي تقويم لغة وكلام، نحن بيجي مثلا الطفل بياخد خدمة الكشف الأولي يلي نحن فيها بنحكي مثلا عن مراحل المراحل الحمل الولادة عند الأم، بنحكي عن مراحل التطور الحركي على التطور اللغوي عند الطفل. يعني نحن بناخد كل هالمراحل ونستفسر عنها لحتى نوصل نحن تشخيصيا أنه من شو بيعاني هذا الطفل، لحتى نوصل مثلا أنه هو بيعاني من تأخر لغوي. بس ايمت فينا نكتشف؟ يعني في كتير ناس بتقلك مثلا في وقت معين لازم بهيدا العمر يبلش يحكي ويكون، في عم يصير اختلاط، في ناس بتتأخر بشكل طبيعي ما بيكون عندها مشاكل. تمام. لانه على السنة سنة ونص يعني بتلاقيه بعده صغير، عند الاهل عم تختلط الامور نوعا ما، كيف فيني ننبههم على هي طيب القصة؟ نحن لهذا الشيء نحن من اول ما بيخلق الطفل بنعمل له مسح سمعي. مثلا كل 6 شهور بنعمل مسح سمعي، نحن بنتاكد انه هذا الطفل هل هو بيعاني من نقص سمع ولا لا. اهم شيء ان احنا نبعد نقص السمع. بعدين لقدام هنا نحن بنعرف انه بشكل عام الطفل سنة وشهرين سنة وثلاث شهور، هلا هو قبل بمر بمراحل مناغات بمراحل بقبقة، هي مراحل طبيعية للطفل ما قبل اللغة. بعدين نعرف انه بيبلش يشكل كلمات بالسنة الاولى، بعدين بيصير مثلا جمل جملتين. هلا لما انا بلاقي ابني انه مثلا صار عمره سنتين ما عنده كم كلمة، هلا هذا بين انه شيء مو طبيعي. روح انا بعمل له خدمة الكشف الاولي، بشوف انا شو الاسباب يلي ادت. نحن قلنا نقص سمع، نحن مطمنين فينا نحوله على الاستقصاءات السمعية نطمن انه نحن ما عندنا نقص سمع، بنشوف هذا التأخر شو سببه. نحن لهيك نحن بخدمة الكشف الأولي بناخذ نحن المراحل الأولى، مراحل التطور الحركي واللغوي عند الطفل، بيأدي بالنتيجة نحن بنشوف شو السبب بدنا متأخر لغويا شو. هلا نحن بعمر سنتين بنقول يعني لساعته هذا صغير عم تتشكل عنده اللغة، نحن بنشوف بعمر 3 سنين كمان وبعمر 4 سنين. هدول الأهل أكيد ما رح يستنوا ابنه لعمر 4 سنين لحتى إنه ابني أنا لسه معه وقت ليحكي، لأنه يعني بعمر 4 سنين 5 سنين هذا حد أقصى لاكتساب اللغة، يعني بصير في عني قلة بمرونة الدماغ إنه لحتى يكتسب. بعدين نحن لما بنخلص الكشف الأولي أنا بعرف إنه هذا الطفل مثلا بعمر 3 سنين هو عنده تأخر لغوي، بشوف شو هي الخدمات يلي أنا مثلا ممكن أقدم له إياها. ممكن حوله أنا مثلا مثل ما قلت لك استقصاءات سمعية، ممكن حوله على طبيب عصبية، ممكن حوله على طبيب نفسية، ممكن حوله مثلا على أخصائي تربية خاصة. بنشوف هون وين الخدمات اللي بيحتاجها هذا الطفل ونحن بنقدم له إياها. تماما. يعني عم نحكي باختصاصاتكم صبايا، ولكن اليوم خلينا نحكي قديش مهم احتضان هاي الاختصاصات ويمكن تعريفها بالشكل الصحيح وتوظيفها لأطفال هن بحاجة لنا من خلال منظمة أمان. هلا نحن كنت بدي أوضح بس فكرة إنه أهمية هاي الاختصاصات بتجي من حاجة المجتمع، من حاجة استكمال فريق العمل مع الطفل. يعني نحن لما منبلش بفريق في اختصاص واحد أو اثنين نحن منحس إنه في مكان فاضي، فلازم يكون في عنا اختصاصات هي تقدر تكمل لحتى نقدر كلياتنا كفريق متكامل نشتغل مع هالطفل لحتى نوصله لهدفنا اللي هو إن كان دمج اجتماعي أو دمج أكاديمي. هلأ بالنسبة للعلاج النفس حركي بتكمن أهميته ووجوده ضمن المجتمع حاليا، لأنه هو كتير مجالات تدخله واسعة. نحن بنتدخل مع الأشخاص من وقت الولادة، مع الأطفال حديثي الولادة لكبار السن، فهي كتير واسع. هو بياخد نمطين، النمط الوقائي اللي نحن بنشتغل فيه انه مثل ما حكينا قبل انه انا بتدخل مع الاطفال الطبيعيين كتطوير وتحفيز لهي القدرات ضمن المدارس والروضات، بالاضافه للنمط العلاجي اللي انا بقدر اتدخل فيه مع الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه او ذوي الاعاقه. طيب يمكن ببداية حديثنا اليوم حكينا قديش مهم يمكن تعرف على المشكلة بالبداية لمعالجة الطفل ولناخد يمكن نتائج كتير مهمة. قديش اليوم بالمنظمة عم تلاقوا صعوبة بدمج
هدول الأطفال من قبل الأهل، لأنه الأهل بعدهم لسه ما عندهم هي الثقافة الكبيرة، لأنه أنا أعترف أنه ابني عنده مشكلة وقدر أنا أخذه على المنظمة وعالجه أو أخذه لشخص مختص اليوم. هلأ هني غالباً الأهل شوي شوي مع وجود يمكن ندوات تثقيفية أكثر لما بيجوا بلش يصير في وعي أكثر عند الأهل أنه أنا لا ابني في مشكلة، فأنا لازم أنه أنا عن جد روح على مكان بيقدر يساعدني أكثر من خلال الحملات اللي عم تقوم فيها كمان المنظمة، إن كان بالمسح السمعي اللي عملته من قبل أو الدورات التدريبية اللي بتعمل أحياناً للأهالي لحتى تقدر تساعدهم كيف أن يقدروا يتعاملوا مع أطفالهم ضمن البيت، بتساعدهم يتقبلوا فكرة وجود مشكلة أو صعوبة أو إعاقة عند طفلهم، فمن هون نحن بنقدر نكون موجودين مع الأهل. تماماً. لارا اليوم حل أي مشكلة هو يمكن كتير سهل، طرحها كتير سهل، ولكن المتابعة في حل مشكلة لحتى ما تتفاقم لبعدين للمستقبل قديش مهم. يعني إذا أنا عندي طفل عنده مشكلة عالجت له إياها ولكن رجع انتكس بعد فترة نتيجة إهمال من قبل الأهل، خلينا نحكي عن هي النقطة اليوم، قديش مهمة المتابعة، قديش مهمة إنه نحن نكون أكثر واعيين إنه ممكن يرجع الطفل ينتكس. هلا نحن بهي النقطة بأي اضطراب هلا نحن بأي اضطراب بنبلش فيه نحن بنخبر الأهالي إنه الشغل الكامل هو للأهل. نحن بمدة الجلسة مثلا هي مدة بسيطة جدا، بس نحن بنعطي الأهل الفكرة، نحن انت بتقدمي للأهل الفكرة او الطفل، انا بعطيه الفكرة انه كيف الطفل لازم مثلا انت تعلمي، انت بتمشي مثلا بهي الطريقة بهي الاسلوب، بتعملي له مثلا قصة التمييز، بتعرفيه على المفهوم، بتعطي الأهل الفكرة. بس انا في حال انت ما اشتغلتي معه بالبيت، ما اشتغلتي معه، ما عممتي له لقدام، ما رح يكتسب. يعني هلا هو رح يختصر مفهوم، رح يصير يعني رح تصير معلوماته محدودة. تمام. مثل نحن بنبلش معه مثلا انا بدي اقدم له مفهوم، هذا المفهوم يلي قدمت له اياه مثلا يعتبر كاسه او تفاحه، انا عم علمه اياها، عم شكل له لغه للطفل باعتبار انا حفظه عندي بجلسه واعطيني عطاني مثلا عملت له تمييز امامي سواء تمييز خلفي اذا كان نقصه مع الطفل. بس بالبيت اذا امه والدته ما عملت تعميم، ما رجعت دربته للطفل، ما كل ما شافت مثلا تفاحه قالت له ماما هي تفاحه، اذا قالت له وين التفاحه لازم، يعني نحن دور الاهل هو الدور الاساسي، يعني هن ثلاث ارباع الشغل لازم يكون على الاهل، لازم يهتموا بالطفل، لازم يعرفوا انه ابنهم مثلا عنده مثل ما قلتي انت ما فيها تسميها يعني الا نحن بدنا نقول عندهم يعني شيء بيختلف عن اطفال الثانيين، يعني بنقول له نحن طفل نقص السمع كان في عنده مشكله خليته يتاخر بالنسبه لاقرانه انه يكتسب هي اللغه، بس هلا انحلت، يعني صار في بديل سواء بالسماعه ولا بالحلزون. صحيح. صار انت بدك تعامليه كطفل طبيعي، إيه مثلا شغله انه بطء، انه مثلا تبطئي معه بالحكي لحتى يستوعب عليك لحتى يفهم شو بدك، بس هو صار طفل طبيعي، يعني انت بدك تعامليه كطفل طبيعي، لازم تدربيه مثله مثل اخواته وتمشي معه بقى بالنظام الطبيعي. نحن ما لازم نهمله انه خلص هو عم ياخذ جلسات انا بشيل ايدي من الموضوع، لا شلتي ايدك من الموضوع الطفل ما بياخذ الكم، ما بيوصل للحصيله اللغويه لازم تكون بالنسبه لعمره. طيب بالختام خلينا نحكي عن خطواتكم القادمه بعد هي الحمله، مشاريعكم الجاي شو هي؟ هلا نحن كاختصاص تقويم لغه وكلام، هلا نحن بمنظمه امال هي بتاخذ كافه الاضطرابات، بتاخذ التاخر اللغوي مثلا، بتاخذ اطفال نقص السمع، اضطرابات اللغه لحد الان، يعني حتى عم ياخذوا هلا نحن بظرف البلد صار عندنا جريح وطن، حتى هي اضطرابات اللغه العصبيه كمان صارت هلا من ضمن اختصاص هي مشروع مع امال، مستلمين جرحى الحرب، يعني هدول الاشخاص يلي تعرضوا لاذيه دماغيه، تعرضوا لاطلاق نار، يعني ادت الى مثلا اثرت على اللغه عندهم، اثرت على الصوت، اثرت على البلع، يعني هي عم تشمل، يعني عم تاخذ بكافه الجوانب، هي عم تفتتح مراكز ثانيه، عم توسع النطاق، عم تعمل مثلا حملات، عم تعمل تدريبات، يعني عم تحاول قدر الامكان تلم بكافه الجوانب وكافه مثلا فرق التاهيل، يعني لحتى تطلع انه هذا الطفل او هذا الشخص يوصل للحد الطبيعي يلي كان ممكن يخليه ينخرط او يندمج مع الاشخاص يلي هن من حواليه سواء بالمدرسه بالمجتمع بالحاره بالبيت باي مكان. تمام. وعد بالختام بدنا نناشد كل يعني الصبايا والشباب يلي داخلين على اختصاصات جديده او حابين يفوتوا اختصاصات جديده، نحن اليوم قد ايه بحاجه لاختصاصات محدده عندنا نقص فيها، ويمكن هدف هاي الملتقى اليوم او هدف اليوم ظهور
دوركم عنا او الحمله انه نحن نحكي انه نحن بحاجه لاختصاصات محدده ان كان بمنظمه اعمال وان كان بالمجتمع ككل، مثل ما ذكرنا من شوي انه كل المجتمع بحاجه لهي الاختصاصات. مزبوط. هلا هي كاختصاصات اساسا ما كانت موجوده بسوريا، المنظمه كانت عامله قبل ماجستيرات اهلت عدد محدد من الاختصاصيين، بس هذا الشيء ما نو كافي لكل المجتمع السوري، فلهيك نحن خطوه انه نفتح الكليات هي خطوه كثير حلوه، الكليات بجميع الاختصاصات لحتى نحن نقدر نغطي كل المجتمع ونقدم هي العلاجات لكل الاشخاص يلي هن بحاجتها. هلا انا بدي اقول لكل طالب وطالبه هن عم يشوفونا هلا او عم يتساءلوا شو هي الاختصاصات، يمكن صار عندهم فكره ولو صغيره عن المجالات هي الاختصاصات، إذا بيحبوا هن يكونوا لهم دور بأنهم يصنعوا نقطة تحول بحياة شخص وينقلوه من مكان لمكان تاني، فأنا بشجعهم أنهم يكونوا معنا بهاي الاختصاصات. أكيد، ونحن أكيد نشجعهم وبدنا نشكركم لارا ووعد، أهلا وسهلا. شكراً لكم. نشكركم كثير على وجودكم معنا، بتمنى التوفيق للمنظمة ولكل العاملين فيها اللي عم يقوموا بجهود جبارة اليوم. شكراً كثير لكم. شكراً لكم.